بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ بإذن الله نكمل في الدروس بتاعتنا في كورس البايثون. معايا النهاردة حاجة جديدة، هبدأ في الديكشنري. الديكشنري دي عبارة عن إيه؟ عبارة يعني هي صيغة عامة أو أشمل من الليست. طيب طريقة الكتابة بتاعتها بيكون اسم الديكشنري بتاعي equal، بعد كده بفتح الكيرلي braces وأقفله، بعد كده عندي بتكون من key colon value. ده حاجة واحدة، الكي ده بيشاور على القيمة دي. بعد كده عايز احط عنصر تاني، بحط كوما، بعد كده بكتب الكي التاني كولون فاليو. مثال على كده مثلا الديكشنري ده، دي ايكوال اي، ده تكست بيشير، يعني ده المفتاح بتاعي بيشير لايه؟ بيشير للرقم 100. بعد كده في عنصر تاني بحط كوما، بعد كده بكتب البي كولون ال 200، يعني البي دي بتشاور على ال 200. طيب طريقة الكتابة بتاعتها أو الأكسس للعناصر، لو أنا عايز أجيب العنصر ده بكتب دي أوف الكي اللي هو بيشاور عليه، يعني بكتب الـ AD بالسنجل كوتيشن أو الدبل كوتيشن بتاعتي. لو عايز الـ B الـ 200 بكتب دي أوف الـ B بالشكل ده، يعني أنا لو كتبت برنت دي أوف الـ A هيطلع لي الـ 100. طيب لو أنا عايز أغير عنصر، يعني الـ 100 دي عايز أغيرها، بكتب دي اوف الاي بس بديها علامة ايكوال، بديها القيمة الجديدة. نيجي كده نجرب في البرنامج بتاعنا، اكتب مثلا دي ايكوال العنصر الاول مثلا اي كولوم، بعد كده مثلا يساوي 100 كوما العنصر التاني بي، كولوم يساوي 200، عنصر تالت مثلا سي يساوي 300. بعد كده هاجي اعمل اكسس على عناصر او اطبع اي عنصر فيهم، بكتب برنت البي دي اوف، عايز مثلا اللي هي رقم 200 يبقى هكتب البي، بس اكتبها في الدبل كوتيشن زي ما مكتوبه كده بالظبط. لما اجي اعمل ران بروجرام 14 جاب لي ال 200. طيب عايز ال 100 بكتب ال A اللي هي الكي بتاعها، عايز ال 300 بكتب ال C. تمام. طيب هنيجي نكمل هنا، بيقول لي طباعة الديكشنري، في أكتر من شكل للطباعة. لو طبعنا من خلال الكي زي احنا ما طبعنا كده هنا بيطبع لي العنصر نفسه. طيب العنصر نفسه اللي هو بشاور عليه حسب الكي. في شكل تاني ينفع اطبع الكيز كلها، يعني الاي والبي والسي والكلام ده كله، اطبعها ازاي بالشكل ده؟ بقول له برنت دي دوت كيز، بنعمل ران، بصوا طبعا للاي والبي والسي اللي هي الكي بتاعتي. طيب عايز اطبع القيم نفسها اللي هي الفاليو، اخدها كده كوبي بس اكتب هنا الفاليو. طبعا لي 100 200 300، يبقى دي الكي بتاعتي اللي هي اي بي سي، والفاليو بتاعتي 100 200 300. طيب في حاجه عباره عن مالتي ديكشنري داخل بعض، يعني ديكشنري ده ينفع يكون جواه قيمة كده عددية، أو ينفع يكون جواه قيمة نصية، أو ينفع يكون جواه ديكشنري تاني، يعني قيمة نصية مثلا الـ A دي بتشاور على اسلام مثلا. فلما أقول له اطبع لي الـ A، بصوا هتبع لي اسلام قيمة نصية. ينفع تكون تساوي مثلا ليست، لما أحط ليست مثلا هنا أحط فيها 1 2 3، لما اجي اعمل ران طبع لي ليست، يبقى العنصر اللي هو ايه ده الكي اللي اسمه ايه بيشاور على ليست، بعد كده الكي اللي اسمه بي بيشاور على رقم، بعد كده الكي اللي اسمه سي بيشاور مثلا على تكست. تمام. يبقى مفيش مشكلة ان العناصر بتاعتي تبقى مختلفة، الفاليوز بتاعتي تبقى مختلفة. من خلال الفاليوز دي برضو نعمل مثلا عنصر جديد كده اسمه
دي. طيب القيمة بتاعته ايه؟ القيمة بتاعته ديكشنري تاني برضه، ديكشنري تاني اللي هو بفتح الكيرلي بريسز بعد كده بحط كيو فاليو. فمثلا احط الكي بتاعتي رقم واحد، الفاليو بتاعتها يعني مثلا 50 كوما، بعد كده الكي رقم 2 الفاليو بتاعته 100، بعد كده كوما الكي رقم 3 الفاليو بتاعته 150. لما اجي اطبع العنصر الثالث ده، ده الكي بتاعه ايه؟ الكي بتاعه دي، يعني ده ديكشنري بس ده كلها value، لكن الكي بتاعتها اللي هي دي. لما اجي اطبعها اكتب هنا الدي، هتبع لي الديكشنري كده 1 50 2 100 3 150. طيب لو عايز اكسس عنصر من العناصر التانية دي، هاجي هنا انا كتبت الكي بتاع الديكشنري الاول صح؟ طيب ده ديكشنري تاني، يبقى اكتب الكي بتاع الديكشنري التاني. فعايز مثلا اخد المية، الكي بتاعها ايه؟ الكي بتاعها 2 صح؟ يبقى اجي هنا اكتب 2، لما اجي اعمل ران طبع لي المية. طيب عايز اكسس 150، احط الكي بتاعها ب3، لما اجي اعمل ران طبع لي 150. طيب في مثال برضو على المالتي دايمنشنال ديكشنري، بيقول لي ايه؟ الكي مثلا عندي اللي هو كلمة 1 بتحتوي على ديكشنري في الاسم، الكي للاسم والقيمة بتاعته، وفي الايج والقيمة بتاعته. بس انا هنا على فكرة ناسي، معلش ناسي هنا دبل كوتيشن لان ده تكست، انما الرقم عادي ما فيهوش مشكلة. طيب العنصر الثاني بيكون برضو فيه اسم وسن، العنصر الثالث بيكون فيه اسم وسن. طيب ده انا استفاد منه في ايه؟ استفاد منه مثلا ان انا عندي مدرسة او عندي فصل او عندي سكشن عايز اسجل فيه كل العناصر او كل الطلبة اللي معايا. فبسجل الطالب الاول، بسجل له اسمه يعني ليه كي فاليو، اسمه مثلا وعمره، ينفع احط رقم تليفونه، احط مثلا عنوانه. لما اجي اجيب الطالب الفلاني بجيبه من خلال مثلا الاي دي بتاعه، اعتبر ان الكي ده هو الاي دي بتاعه. فنيجي مثلا هنا نعمل ديكشنري جديد اللي هو ده. طيب الديكشنري ده بيساوي ايه؟ الكي الاول مثلا زي ما قلنا كده كلمة 1 او رقم 1، ينفع برضه اكتبه كده بالشكل ده رقم 1. طيب عبارة عن ايه؟ عبارة عن ديكشنري تاني في اسم، القيمة بتاعته اسلام مثلا او الواحد، بعد كده كوما، بعد كده عندي الايش العمر، كولون العمر مثلا 25. برضو هنا نسيت ان انا احط دوت كوشن لان ده تكست. طيب دول انا هكررهم اكتر من مرة. بصوا ده الكي وده الفاليو بتاعته صح؟ يبقى لما اجي احط واحد تاني، احط مثلا واحد تاني كده وده 2 مثلا والقيم دي، ما انساش ان انا احط هنا كوما افصل بين الكي الاول والفاليو الاولى بكوما، بعد كده الكي التاني والفاليو التانية احط كوما. لو انا هحط واحد تالت معاه احط ده رقم 3، يبقى اخر واحد بس هو اللي محطلوش كوما لان ده خلاص اخر العناصر بتاعته. طيب الاسم التاني مثلا محمد، العمر مثلا 27، اخر اسم احمد والعمر 22. لما اجي اعمل ران بقى، عايزين نطبع مثلا العنصر الاول او الاسم، الاسم بتاع الاي دي رقم واحد. يبقى انا هنا اكتب الفاليو بتاعتي او الكي بتاعي رقم واحد، بعد كده ادخل على الكي التاني بتاع الدكشنري الداخلي. طيب عايز الاسم، يبقى اكتب هنا نيم، لما اجي اعمل ران طبع لي اسلام. طيب عايز الاسم بتاع الاي دي رقم 2، لما اجي اعمل ران يديني محمد. طيب عايز العمر بتاع الاي دي رقم 3،
اكتب الاي دي 3 اللي هو الطالب رقم 3، واكتب هنا الايج في الكي، عايز العمر مش عايز الاسم، هيجيب لي 22. دي كده امثله تطبيقيه على الديكشنري وبنستخدمها في ايه. هناخد باذن الله تاني امثله عليها. اشوفكم باذن الله الدرس الجاي مع امثله.